والله توقعت انه يعني عادي خلاص استشهد الشاب، يعني لازم يسلموا لأهله، ما انهن حتى يجرموا في تصرفاتهم، تصرفات إجرامية هذا اللي بيعملوها، تصرفات يعني لا إنسانية. يعني من مرة عندهن قانون بس ما بيعملوا فيه القانون اللي بيعملوه، بس بفرضوه زي ما بدهن. يعني الشاب خلاص عند رب العالمين، ليش بنتكم من الشعب ومن أهله هيدا؟ يعني جريمة الاحتجاز هي جريمة عقاب جماعي لعائلات الشهداء بشكل أساسي، وأيضاً للمجتمع الفلسطيني. ولكن عائلات الشهداء والشهيدات المحتجزين اليوم هي تعاني من عدم قدرتهم على معرفة معلومات حول أبنائهم الشهداء المحتجزين. لا نتوقع أن يكون هنالك إفراج قريب في هذا الملف، خاصة وأن الاحتلال الإسرائيلي يربط موضوع تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين بموضوع معرفة معلومات حول جنودهم المحتجزين لدى المقاومة في غزة.